كنت عارفة إنك عم تجي كل يوم على المدرسة لتشوفي. اشتقتلك كثير. طاح على قلبي بنتي. اشتقت لريحتي. بدي يد يطلع. طمني خيك رح يطلعه، وإذا كنت جاي لعندي كرمال أنا أشهد لبراءته. أنت جاي على المطرح الغلط. لمار إياد انظلم كتير، ما تشاركي بظلمه. مش أنا اللي ظلمته صدقيني. لما كنتوا اتنيناتكن عايشين حياتكن الزوجية بطريقة طبيعية أنا كنت عم بحتري، عم موت، كان قلبي من جوا عم بيولع. ايه هلا صار فيني اقول بوجهك لانه ما بقى خاف من شي، وبعد بدك ياني اوقف معه من بعد ما عرفت انك حبلي؟ ولك بعد كل يلي صار وبعدك حاقده؟ ولك انت شو بتعرفي عن الحقد اللي عم تحكي؟ ايه شفتي هيدي النار اللي ولعها خيك من شوي؟ رح احرقكم كلكم فيها، فهمي؟ رح احرقكم كلكم، انت وخيك وجوزك بي ابنك. بدك تقتلي لإياد؟ اطلعي لبرا، اطلعي لبرا. شرفي فلي من بيتي، ما بدي اشوفك. فلي فلي. مسيو جو، وليد بيك عنده نية بتأجيل فيلم السينما لفنانتنا ياسمين. خير، ايه اللي حصل؟ حاسس انه من الافضل انه ننطر شوي. يعني ياسمين صار لها فترة مش عم تعمل حفلات وغايبة عن الساحة، وهيدا الشيء مش كتير منيح بالنسبة لموضوع الفيلم. لازم نشتغل عليها شوي، وخاصة انه هلا في شركة انتاج بدها تعمل فيلم سينما لفنانة لبنانية، وسوري يعني بس شهرتها أكثر شوي من ياسمين. مسيو وليد، لو على الحفلات أنا ظبطها لك في ساعة. إذا مش ضامن نسبة النجاح 100% ما بخاطر بهيك مبلغ. إيه بس أنا عندي مشكلة كبيرة. أنا في بيني وبين المؤلف حسام سلامة تعاقد، وفي عربون كبير كمان حصل. أقول له إيه؟ نخفف الميزانية. نخفف الميزانية؟ منين نخفف الميزانية وأنتوا بتقولوا عايزين تعملوا عمل نمبر 1؟ إزاي؟ ممكن أفهمها دي؟ مسيو جو، ياسمين صار لفترة متراجعة لورا، لا نزلت سي دي ولا نزلت سينجل ولا عملت حفلات، باختصار عم تتراجع شوي شوي لورا. مسيو وليد، ممكن اعرف من حضرتك مين الشركة المنتجة اللي هتعمل فيلم منافس ليك، ومين البطلة اللي هتمثل الفيلم؟ مش هيدا المهم، انا ما حدا بينافسني. طب فين المشكلة؟ المشكلة انه ما بقبل ادخل بمنافسة مع حدا، مشان هيك بدرس كل خطوة من خطواتي. القصة مش مغامرة. مسيو وليد قادر يرجع ياسمين لفوق وللمجد يلي عم بضيع منا شوي شوي. ما تقولي على الخطوات وانا معك. عم فكر اعمل لها سلسله حفلات وجولات برا، هيك مسلط علي الضوء اكثر. اهو ده الكلام، عين العقل. طيب
هون مش رح يزبط انه نتفق كتير. وليد بيك عامل سهرة بالقصر عنده وحابب انه ياسمين هي اللي تحيي الحفلة لوحدها. تحب امتى؟ انت انت بتحدد الموعد. عليا